إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وبالضبط من شارع محمد السادس طريق مديونة وقنطرش محمد السادس، يعني في أشغال متواصلة من أجل إعداد واحدة اللي نقدر نقول أنها من أهم القنطرات اللي غادي يكونوا في مدينة الدار البيضاء. وحنا كنعرفوا يعني لومبوتياج اللي كيكون في طريق مديونة، وكنعرفوا يعني الروينه اللي كتكون في شارع محمد السادس بحكم الموقع الاستراتيجي ديال هذا الشارع هذا اللي كيهبطك من تقريبا نقدروا نقولوا برشيد حتى المركز التجاري ديال مدينه الدار البيضاء درب عمر، اللي كيجيو ليه الناس من شتى انحاء ومدن المملكه. اذا الاشغال كيف ما كتشاهدوا معنا متواصله متابعينا الكرام، نتمنى من الله انها تكون في وتيره متسارعه كذلك، لحقاش الزحام والروينه اللي ولينا كنشوفوها هاد الايامات بزاف لا تطاق. الله يحسن الاحوال بشكل الناس، خصوصا ديال الاسعاف ديال الناس ديال لي زومبيلونس اللي كيمشيو بالناس وكيشوفوا ارواحهم، غادا تزهق وكتكون مده زمنيه معينه خاصو يوصل فيها للمستشفى. الله يحسن لهم الاعوان، خصوصا في ظل بزاف ديال المشاكل والعوائق اللي كيلقاوها في الطريق ديال الناس اللي زربان حتى هو وباغي يتزربان مع اومبيلونس، وبزاف ديال الامور اللي كيوقعوا في الشارع. كيف ما قلنا القنطره اللي غادي تعطي سوا واحد الجماليه الموقع ديال السباته، وكذلك انها غادي تفك واحد بزاف ديال الزحام وبزاف ديال لومبوتياج وبزاف ديال العراقيل يعني ان شاء الله دائما في انتظار الافتتاح ديالها. اكيد هنايا وحنا كنشوفوا الدخله ديال شارع الجزر، واحد من الشوارع شارع دريس الحارشي اللي معروف شارع الجزر، اللي واخا الناس حيدوا منه الشجر بقاو كيقولوا لي شارع الجزر، لحقاش داك الشجر اللي كان يعني معلمه ديال سباته، داك الشارع اللي كان معروف وفي واحد الجماليه. فدابا وصلاتو الاشغال ديال الترامواي، هو بدوره يعني غادي يكون ضمن الشوارع اللي غادي يدوز فيهم الخط ديال الترامواي. اكيد هادشي حتى هو اللي كيخلي دائما نشوفو كذلك واحد لومبوتياج وواحد الزحام في هاد المنطقه هادي بالذات. وكل هذا ان شاء الله كنقولوا انه في ظل افتتاح هاد القنطره وتقاد الامور تقاد الشوارع، تكون الامور ان شاء الله بخير وعلى خير، ونشوفوا الشوارع ديالنا شويه مرخوفه وما فيهمش هاد الزحامات. لحقاش راه الناس دابا ولاو كيفكروا اللومبوتياج اكثر من اي حاجه، اكثر من الغرض. خويا رشيد راه باقي ما الناس يعني باقي ما كملتش الاشغال.